خوتي الحجاج، لازم علينا نتحلو بشوية ديال الصبر ونتبعو الإجراءات ديالنا بكل هدوء وطمأنينة. راه كل واحد فينا غادي توصلو النوبة وياخد المكان ديالو. كاين أيضا مجموعة من المستخدمين يمكن نعرفوهم بالزي الخاص بهم. الدور ديالهم هو إرشاد ومساعدة الحجاج خلال التواجد ديالهم في المطار. إلا بغينا شي معلومة ما نترددوش في طلب المساعدة منهم، راهم راهن الإشارة. الحمد لله المطارات اليوم في بلادنا كتوفر على جميع المرافق الضرورية اللي كتضمن الراحة ديال المسافرين والحجاج خلال المدة اللي كيقضيوها في المطار قبل انطلاق الرحلة. ملي توصل مكتب التسجيل تنقدم لهم جواز السفر ديالي وتذكرة ديال الطائرة، ومن بعد كنوضع الأمتعة ديالي باش توزن. ومزيان يكون الحاج راقب الوزن ديال الأمتعة ديالو قبل ما يتفاجئ بشي زيادة عند التسجيل. وفي الأخير كناخذ ورقة الإركاب ديالي اللي خاصني نحافظ عليها ونوضعها في السويك الصغير اللي جبت معايا. الإجراءات ديال الإركاب حتى هي كتبغي شوية ديال الوقت، إذن ملي يسالي التسجيل مزيان توجه في أقرب وقت منطقة الإركاب. ومن بعد تندخلوا منطقة الإركاب وفي يدينا جواز السفر وورقة الإركاب ديالنا. خلال المرور عند موظف الجمارك يمكن ليه يطلب من الوثيقة ديال الصرف والفلوس ديال الصرف. وبطبيعة الحال هذا الإجراء راح عادي جدا. ومن بعد تنمروا أمام المراقبة ديال الشرطة، ما ننساوش خلالها باش نحترموا الصف اللي قدامنا وننتظروا الدور ديالنا في هدوء. يمكن لرجل الشرطة يطلب يفتش الأمتعة، هذا راه إجراء عادي جدا. ودابا بقى لي غير نمشي حدا الباب الإركاب واللي الرقم ديالو موجود في البطاقة ديال الإركاب اللي تسلمت ليا عند التسجيل. المكتب الوطني للمطارات، خدمة ضيوف الرحمن، شرف لنا.